إذا كان شكري نعمة، نعمة الله نعمة، يعني إذا شكر الله نعمة أنعم الله بي علي أن مكنني وأكرمني أني أشكره، فلازم أشكر الله على نعمتي الشكر التي شكرت الله بها. فحين كنت في دائرة أنت لازم تشكر الله ولن تخرج عن نعم الله عز وجل. وذاك ابن القيم يقول أن العبد يشكر الله كيف؟ قال بقلبه، يعتقد أن النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وبلسانه وأما بنعمة ربك فحدث، وبجوارحه يجعلها في طاعة الله عز وجل. يقول إذا فعل ذاك شكر الله مع تقصيره في الشكر، يعني لو شكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه يبقى مقصرا، لأن نعم الله عظيمة جدا لا يمكن إحصاؤها فضلا عن شكرها. إذن ربنا جل وعلا يأمر عباده أن يشكروا قليلا ويجازى على ذلك الكثير سبحانه وتعالى. ويتنفس وهو نائم، بل يتنفس وهو قائم على معصية الله، يرتكب المعصية ويتنفس. شوف نعم الله على العباد، حتى العصاة حتى الكفار عمهم الله بالنعم، وآتاكم من كل ما سألتم وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذا من الله عز وجل، نعم عظيمة. فلن تكون دخول جنة عوض على إيش، أو عملك عوض لدخول جنة، أصلا أنت ما وفيت بنعمة الله لا تحصيها فضلا أن تشكرها. وإذا شكرتها من الذي أمرك بالشكر، ومن الذي أعانك على الشكر، ومن الذي يقبل منك الشكر؟ هو الله عز وجل. فهذا تأكيد قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. عملت صالحا أصلا من نعمة الله أن أعانك وعملت صالحا، فكم من إنسان محروم لا يعمل صالحا، كم من إنسان كافر، كم من إنسان مبتدع، كم من إنسان فاجر. فإن عملت صالحا هذه نعمة من الله وفقك وأعانك. وذاك في الحديث قال لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن من لم يعنه الله عز وجل لا يمكن حتى يسبح الله تسبيحة، كله عون من الله. وإذا قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة نوع من العبادة، أليست الاستعانة فرد من أفراد العبادة؟ فلماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال لأن كل العبادات هذه لن تتحقق ولن يقوم بها عبد ولا يسير منها، ولا اليسير منها إلا بعون من الله، إلا إذا عانك الله عز وجل. نعم.